الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، قيام الليل منزلته عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وغيرها من الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في الإكثار من قيام الليل، وما ذاك إلا امتثالاً لأمر ربه سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفراً ولا حضراً، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل فإنه صلى الله عليه وسلم يقضيه ضحى، بل إنه صلى الله عليه وسلم عاتب بعض أصحابه لما كان يقصر في قيام الليل، لما أخبرته أم المؤمنين حفصة عن رؤية لأخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا الهدي القولي منه صلى الله عليه وسلم نجده أبلغ وأبلغ في فعله صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله في ركعة واحدة، كما جاء في الحديث أنه مكث وظل يتدبر ليلة كاملة لقول الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قيام الليل في شهر رمضان له شأن آخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: عن ليلة عظيمة جاء لها الشأن الكبير في كتاب الله عز وجل: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان ويطيل القيام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي مثلها، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث. هذه الصلاة الطويلة التي كان يقوم بين يدي الله عز وجل يقرأ القرآن ويتدبره، إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من تلك الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من ذلك العذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك ويحث أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كان الشأن الأكبر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان أحيا ليلة، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. قال أهل العلم: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله. لذا أيها الأحبة، لنحرص ونحن نقف مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لنا نصيب من هذه الشعيرة العظيمة التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى
وأثنى الله عز وجل على المؤمنين فيها، ومن ذلك أن نحرص على الصلاة في المساجد مع الأئمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. إذا تعذر للإنسان، ونحن نعيش هذه الأوبئة التي تمر بالعالم، فإنه يصلي في بيته، يصلي مع زوجته، مع أبنائه، مع بناته، ليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحث كل منا أهله، وليحث كل منا قرابته، فإن هذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، من مقاصد العظيمة لشهر رمضان تحقيق التقوى، ومن أعظم الوسائل التي تعين الإنسان على تحقيق التقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذه النافلة السنة المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها حتى قبض صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قيام الليل. جعلني الله وإياكم ممن يحرصون عليها وممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، والحمد لله رب العالمين.